كريم عبد العزيز الغزالي مدير بوغازين. وين لاباس وين صبت؟ صبت عند الكتيبة تاع بوغازين 20/2 أثاث الكتيبة هي بتاعت الكتيبة. في المدينة في البلاد نفسها؟ في المدينة قدام كتيبة الفضيل بالضبط. شنو النوع اللي صار؟ الإصابة والله جات في رجلي هنا، درت عليها 3 عمليات في الجلاء، وعملية في اليونان، وعملية هنا في تونس. نقول الحمد لله ان شاء الله خير، ما زالت بتغيير مفصل ولي كي قريب بعد شهرين ان شاء الله. ان شاء الله الف لاباس. شنو سبب الاصابه هي؟ اطلاقه. وش رايك في الوضع؟ يعني الوضع سواء الناس اللي تعاونت معانا سواء والله يعني في البدايه يعني نتقدم بالشكر للمجلس الانتقالي، ونتقدم بالاطباء وطاقم التمريض الأخوة المواطنين والثوار كلهم صبوا معنا بصراحة، يعني عرفتوا، سواء في بنغازي، سواء لما مشينا لليونان، سواء لما جينا تونس هنا قابلتنا حتى اللجنة ضمن الأخوة من مصراتة، والحقيقة ما قصروش معنا ورحبوا بينا وحطونا في أحسن صحة. والحقيقة يعني بأمانة بالنسبة لي أنا يعني أحكي لك عبد العزيز غزال نشهد بالله ما قصروا معي. الحمد لله رب العالمين، الله يجزاهم خير، ان شاء الله الله فيهم وليبيا حره يعني ان شاء الله. يا شباب اللي استفدناه من الثوره هذه كلها، الناس كلها حبت بعضها ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيكم ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. وان شاء الله يعني ما نقدرش يعني كيف نقول لك، خايف نقول لك بالاسم ممكن ننسى واحد ولا حاجه، لكن الشكر عام خلوه. الله يبارك الله فيك، مش ما نستثنوش حد يعني. حتى في اللجنه اللي قاعده هنا مختصه معنا في المستشفى، واللي قابلتنا في المطار، واللي جابونا واللي شرونا الفندق، يعني مش استثنى حد. الحمد لله رب العالمين. حتى شباب اخرى يعني خاطر اللجنه متعاونين معنا، الليبيين واليكاي متعاونوا معنا واليكاي، بالاضافه للشعب التونسي الاشقاء واضم، يعني شهاده بالله الحمد لله. الحمد لله الله اكبر. ووفوا يعني ونثني بالشكر بزياده جماعه بصرات يعني. الله يبارك فيك. لا لا خوت، نحن خوت يعني. الله يبارك فيك. من غير اي حاجه، سامي قدمتهم لنا وجايبتهم هنا. بارك الله فيك يا سيدي. الله يعني باش نقول لك يعني انا راني جاي من اليونان على اساس نكمل علاج، ولما جيت هنا لقيت روحي ما زالت تبي عمليه من جديد وتبي مفصل وتبي قصه اخرى يعني. يعني ان شاء الله رب يفرج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خير وقدر ما الله يرد. امين ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اسم الكريم صلاح. سالم مدرس صلاح. صلاح وين نصبت يا صلاح؟ والله في الدفني في مصراته. مصراته باهي ان شاء الله. لاباس عليك. شنو سبب اصابه؟ شنو اصابه؟ اصابه صاروخ راجمه شظايا هذا الساق من هنا وطالع من الجهه الثانيه. في مصراته غزي نظفوا لي واحد الاحساس اوكي، جيت انا لقيتها ملتهبه. انت جيت انت انا جيت انا من كل اسبوعين باهي 10 ايام ديما بالضبط يعني. شو الوضع هنا؟ شو رايك انت؟ والله 100% انا 100% انا ضروري 3 عمليات، وامس بس اخر عمليه قالوا لي ان شاء الله 100%. والحق انا الدكاتره ما شاء الله والممرضين ما شاء الله، قصدي مصحتي كويسة ما ناقصنا شيء. الحق الشباب واقفين من المصروف الماكلة بكل شيء. في شيء ملاحظة المستشفى؟ لا لا بالنسبة للمستشفى الأكل والشرب الأكل ممكن بس ما يمشيش معانا احنا هيك، لكن قصدي إن شاء الله مقدور عليه قصدي إن شاء الله. ما في شيء مشكلة قصدي، والشباب من مصرات اللي واقفين أنا الحق حتى ما مش مقصر. شو بتقول كلمة صراحة شباب من مصرات؟ أصحابك أصدقائك يشوفوك على النت إن شاء الله يوم نرجع احنا، وإن شاء الله ننصر ان شاء الله جايين من عند طرابلس ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. اللهم امين. الف لاباس عليك. وعليك السلام. لاباس عليكم ان شاء الله. عبد السلام عليش. مرحبتين يا عبد السلام. عبد السلام امتى انصبت انت؟ ديما هكا نص اربع. نص اربع، شو سبب الصبر؟ قذيفة هام. قذيفة هام. وشنو قداش ليك انت انا في تونس؟ يوم الخميس اللي فات جينا. ايه وين كنتوا قبل؟ كنا في اليونان. احكي لنا شنو وضع التعاون الطبي، العلاج، الادويه، شنو سواء غاليه وهنا يعني؟ غالي في اليونان 100%. حق يعني اهتموا بنا واجب 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 واجب. يعني فوق ما تتصور. كله كعلاج وكمعاينه وكعمليات وكواحد. لان في مجموعه في 3 انفار من قطريين هم اللي واقفين غادي معنا ومهتمين بالموضوع. فجينا هناك لقينا بالعكس تونس العمليه بالعكس. شنو يعني شنو زي شنو يعني انت الحاجات المحظوظه يعني؟ بدينا في اليوم الاول كل مره
كل مرة يعني حاجة مرة السرير غيرنا كل شيء هذا التكييف هذا مش عشان التمريض هم ممرضين بحد ذاتهم جرس فيه جرس المشكلة كل يوم نلاحظوا فيه ها تطل في تجديد وفي تغيير غير من قبل باهي ان شاء الله خير ندورك عليه قضي يغيروا ويجددوا ان شاء الله خير تجوا معكم انتم مرافقين هنا بالنسبة يعني مش كل المرضى قصدي واحد مندوب او حد رسمي يعني جاي لا 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 انتم مش حد لا لا مش القطرية يقعد فادي باهي هم احنا قطرين نمشي بعدين انا تمرينها مش القطرية مش عارف ان شاء الله خير باهي هم شبيبك ليبيين هم اللي مهتمين بموضوعنا ان شاء الله خير هم اللي جينا ان شاء الله لاباس عليك وبنقول لك قصدي كلمه توجهها لجماعتك واصحابك وناسك في مصراتك شو تقول لهم؟ ان شاء الله تعيدون باذن الله منتصرين ان شاء الله ان شاء الله ونتلاقوا ان شاء الله غادي في مصراتك ان شاء الله ان شاء الله كل ان شاء الله لاباس عليك يا رب اصحابنا وناسنا وهلنا كلهم غادي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله بس الكريم مصطفى ياسين هيس مصطفى لاباس عليك يا مصطفى انت جيت لتونس يا مصطفى لا جيت لي 4 أيام كم وين كنت قبلها؟ كنت في لونا أتنى قديش ليك أنت؟ لا تو قريب نسكر شهرين أنت لا بأس شن نوع الإصابة أنت وين انصبت؟ لا عندي بطل في الساق اليمنى وكسر في اليسرى شن سبب الإصابة؟ قذيفة تراجي معنا في مصراته؟ مصراته باي إن شاء الله لباس عليك شن الوضع شن ملاحظاتك شن شيء؟ لا يقول لي سوى مجانا بعد ما يجي جلسة خمبايا قالوا تكييف با الحمد لله معاملتك مع الناس شنو معاملتهم كويسة هم صاير عليها المصحف وضغط هيك ايه وقصدي فيه شوي تقصير هيك في جيام ممرضات وعندك زرس ما يخدمش انت ترمت عليها كلمدير اي ملاحظة يا الحايسة تبي تقولها ما فيش مشكلة قصدي وفي عندنا معنا مشرفين احنا جايين ايوه يا ريتني يقعد واحد منهم معنا هيك يشوف وضع في الليل في العشية صحيح يجي هيك ممكن هم يجوا في نص ساعة فرد الصبح يجوا في دوره ويمشوا على فيها واحد منهم قاعد مشرف علينا ويقعد يحضر كل شيء صحيح يشوف الممرضين يشوف الممرضات والدكاترة الواحد بالنسبة للدواء ومعدات أو آلات ما فيش شيء ناقص الأطراف اللي قالوا بيجيبوها الأطراف هذين يجوا وصلوا الشركات توا قالوا إن شاء الله يشوفوا مزاياها صناعتهم وكذا وغير قريب ان شاء الله بشكل عام يمكن حايسه اي متطلبات ليكم اي حاجه اي حاجه انتم تبوها اي حاجه ناقصتكم لا بالنسبه ناحيه الماديات الحمد لله الحمد لله يعني عن نفسي كذا تبي تدبي اي كلام للشباب اصحابك ومصراته لا شو نقول لك الله اكبر الله اكبر النصر الله قريب الله يبارك فيكم ايه واحد ماذا بينا يقدموا 10 ان شاء الله هذه معروفه في مصراته الله يبارك فيك منور بارك الله فيك ان شاء الله معنا مصاب اخر وحطيب اسمه كريم مفتاح عبد الله واحد كبير مفتاح شنو المصاره يوم انت تضبط يوم 12 يعني وين تضبط شنو مالي صابه شنو صابه لا خذ 14 بتر ثلاث صواب بعد تونس ما شاء الله باي كنت في اليونان لي شهرين في اليونان لي 4 أيام في تونس نفس الموضوع علاج غادي كنت ترجع علاج غادي وجينا هنا يمرق وضرب شو الوضع غادي كويس والله الوضع 100% غادي وهنا في تونس طبعا ما جيتهم شو رايك في الوضع؟ والله مش كيف غادي لكن باهي باهي فيش اي ملاحظات تبغى تلوها اي حاجه والله ما عرفت كيف كان الوضع غادي خير من هاي قصدي بس معامله غادي خير من هاي هنا في تقصير شويه ان شاء الله يوم خير من يوم ان شاء الله ان شاء الله تبي تقول اي كلام للشباب اصحابك بدي النصر ان شاء الله الله باهي الله اكبر ان شاء الله سلامك يا سيدي ان شاء الله